هكذا تحولت صحراء أدرار، حقول القمح على مد البصر. تم خدمتها لتفان فأتت أكلها ضعفين، إنتاج وفير ومردود مرتفع. جعل من يرى هذه النتائج لا يكاد يصدق أنها خرجت من أراضي الصحراء. متابعة حملة حصاد الدرس على مستوى ولاية الأضرار، تم تسجيل مساحة 17249 هكتار لهذه السنة. انطلقت حملة حصاد الدرس بتاريخ 29 أبريل. المساحة المحصودة إلى غاية اليوم مقدرة ب 4488 هكتار، والإنتاج المسجل 230 ألف قنطار تم جمعها من طرف، وتجمع على مستوى نقاط التجميع الثمانية لتعاونية حبوب البقول الجافة لولاية الأضرار. في السنة القادمة إن شاء الله نترقب في ارتفاع المساحة بدخول كل من المؤسسات الكبرى والمستثمرين الأخيرين الذين استفادوا في إطار ديوان الزراعة الصحراوية أو مختلف الأنظمة لمنح الأراضي. من أضرار إلى ولاية المنيعة تتواصل عملية الحصاد والدرس. أسطول ضخم من الشاحنات ينتقل إلى المحيطات الفلاحية المزروعة قمحا لجني الخيرات التي جادت بها أراضي الصحراء الجزائرية. وبعد الانطلاقة التي كانت مؤخرا في كل من ولاية أضرار وتميمون وإليزي، نحن اليوم في ولاية المنيعة للوقوف والسهر على حسن سيرورة هذه العملية، حيث سخر الديوان الجزائري المهني للحبوب كل الإمكانيات المادية والبشرية واللوجستية لأنجح هذه العملية، والمتمثلة في تسخير ما يفوق 160 شاحنة لنقل وتجميع الحبوب بالإضافة إلى مختلف العتاد. مع عشية انطلاق حملة الحصاد والدرس بولاية المنيعة، الديوان الجزائري المهني للحبوب ممثلا في تعاونية الحبوب وبقول جافة بالمنيعة سخر كامل الوسائل المادية والبشرية واللوجستية لإنجاح الحملة. نطمئن المستثمرين الفلاحيين والفلاحين لولاية المنيعة بتوفر كامل العتاد. التعاونية ستكون في مرافقة الفلاحين والمستثمرين طيلة هذا الموسم، نسعى جاهدين لإنجاح هذه الموسم في أحسن الظروف إن شاء الله. يتواصل موسم الحصاد بالجنوب، نفس المشاهد تتكرر في كل من أدرار، تمنراست، تيميمون، الوادي، بسكرة، المغير، جنوب خنشلة وجنوب تبتسة وغيرها. قمح الجنوب الجزائري يحصد ويدرس ويوجه للتخزين وملء صوامع تعاونيات الحبوب.